التحالف المصري يعلن انتهاء الأعمال الإنشائية لجسم سد يوليوس نيريري بتنزانيا. الرئيس العراقي يدعو جميع القوى السياسية إلى الحوار الجاد. عقب قمة فبراغ، الخلافات تسيطر على قادة الاتحاد الأوروبي حول التعامل مع أزمة الطاقة. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. احتفل التحالف المصري بالانتهاء من صبي آخر مكعب من الخرسانة المدموكة في جسم السد الرئيسي بتنزانيا واكتمال الأعمال الإنشائية للسد الرئيسي والتي استمرت على مدار 687 يوما على تحويل مجرى النهر منذ ذلك الحين في 18 من نوفمبر من عام 2020. جاء ذلك في تقرير استعرضه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في إطار متابعته للمشروع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد مدبولي اهتمام الرئيس السيسي وتوجيهاته الدائمة بمتابعة هذا المشروع الذي يعد حلما للأشقاء في تنزانيا، وضرورة أن يقوم التحالف المصري بالتنفيذ على أعلى مستوى من الجودة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتبارا من يناير من عام 2023. وأوضح المركز الإعلامي أن الهيئة تطبق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة مع عملائها وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها عبر آليات واضحة لمواكبة سياساتها التسعيرية من خلال تقدير رسوم عبور السفن اعتمادا على الوفر المتناسب مع الرسوم الذي تحققه القناة للسفن العابرة، وذلك لضمان الحفاظ على ريادة القناة وجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء والأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة. كما أكد المركز الإعلامي أن قرار زيادة رسوم عبور القناة يأتي في ضوء المتغيرات السوقية للقطاع الخاص بالنقل البحري، والتي يشهد هذا القطاع فيه استمرار ارتفاعات مستمرة في فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن وتوقعات استمرارها خلال العام القادم، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم العالمية. We'll be right back.
تقليدا لذكرى الشهداء وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم لأسر الشهداء وأبنائهم، قامت الوزارة بإفادة عدد من قيادات وضباط مختلف مديريات الأمن لاصطحاب أبناء الشهداء إلى مدارسهم وإهدائهم حقائب مدرسية تحتوي على كافة متطلباتهم. يأتي ذلك تأكيدا على أن ذكرى أبائهم الأبطال وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة مضيئة في ذاكرة الوطن. ولسه بحس بيك جنبي في كل مكان، وصوتك في المكان بيرن ولسه بحن. تخليدا لذكرى الشهداء الذين سطروا بدمائهم الذكية أمن واستقرار الوطن، وفي تأكيد على أن الوطن لا ينسى من ضحى من أجله، أوفدت وزارة الداخلية مأموريات لتوزيع حقائب ومستلزمات مدرسية على أبناء الشهداء ممن يتلقون التعليم في مختلف المراحل الدراسية في إطار الدعم والمساندة المقدمة لأبناء الشهداء. حاجة زي كده بتبقى رفع من روح الولاد وترفع من روحهم المعنوية. هم مهتمين بينا وجابوا لنا شنط المدارس والهدايا وجابوا لي كل حاجه. هما مش سايبيننا وطول الوقت معانا، وطول الوقت حتى لو احنا احتاجنا اي حاجه غير كده بيجوا لنا، واحنا حتى ممكن نتواصل مين بنروح لهم، يعني معانا في كل خطوات حياتنا من ساعه ما سيد الله يرحمه توفى. ولسه دموعي في عينيا لكن فرحان، عشان بيقولوا اني بطل وابن بطل. ابويا شهيد دي حاجه تشرفني. كما أوفدت الوزارة مأموريات لمرافقة أبناء الشهداء إلى مدارسهم مع بداية عام دراسي جديد، في لمسة إنسانية تحرص عليها الوزارة سنويا، وتؤكد على مدى الرعاية المقدمة لأسر وأبناء الشهداء وتقدير لما تحملوه في سبيل الوطن، وتكريمهم هو تكريم لآبائهم الذين استشهدوا دفاعا عن الحق والواجب والأمن. تبقى حاجة نفسية حلوة للولاد طبعا، ان هم بيبتدوا معهم اول يوم دراسة الوزارة بتبقى معاهم. جم خدوني من البيت، كنت مبسوط جدا وصراحة اتبسطت جدا في يومي النهاردة. هذه اللمسة الإنسانية التي تحرص عليها وزارة الداخلية سنويا تؤكد على مدى الرعاية المقدمة لأسر وأبناء الشهداء وتقديرا لما تحملوه في سبيل الوطن، وتكريمهم هو تكريم لآبائهم الذين استشهدوا دفاعا عن الحق والواجب والأمن. وزارة الداخلية طبعا أنا بشكرها على كل التقدير والمجهود اللي بيعملوه معايا أنا والولاد، ورعايتهم لينا دايما وسؤالهم علينا على طول. النهاردة جم اصطحبوا الولاد للمدرسة وكرموا الولاد قدام المدرسة كلها. بشكر وزارة الداخلية وسيادة الرئيس على الضباط اللي جم خدوني النهاردة من البيت وكرموني في المدرسة. وقد شعر أبناء الشهداء بالفخر والعزة وهم يخطون خطواتهم الأولى في عام دراسي جديد رفقة رجال الشرطة، موجهين الشكر لوزارة الداخلية على هذه المبادرة التي تعد تكريما لآبائهم الشهداء. يجوا ياخدونا ويوصلونا المدرسة بنفسهم ويحسسونا ان احنا في بيتنا وان هم معانا على طول، وعمرهم يعني ما فرقونا ابدا ودايما في ظهرنا. يعني حاجه كويسه جدا ان هم نفسيتهم بتبقى كويسه، بيحسوا ان هم في ليهم ظهر موجود طبعا بعد باباهم الله يرحمه. دي حاجه بترفع من معنوياتهم. هما بيقعدوني عن بابا، بيخلوني احس ان بابا جنبي. انا بستنى من سنه لسنه علشان منتظر اللحظه ديت، ببقى واقف في المدرسه فخور. ابويا ما ماتش، ابويا شهيد في جنبته حي، واللي ما فرحش ايام طلبها واتمنى. وقد اعرب القائمون عن العمليه التعليميه عن تقديرهم لهذا الدور الانساني الذي تقوم به وزارة الداخلية، والذي يرسخ لقيم الولاء والانتماء للأجيال الجديدة الذي تشاهد هذه اللحظات من الحفاوة التي يحظى بها أبناء الشهداء. ربنا وعده بالجنة.
طيب ولادي جدا فرحانين ومبسوطين باهتمام الوزارة بيهم وتكريمهم يعني قصاد زمايلهم. وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من المسؤولية الوطنية تجاه أبناء الشهداء واعتزازا بأرواح صعدت إلى بارئها وهي تدافع عن الوطن ليحيا أبناؤه في أمان واستقرار وينهض نحو التقدم والبناء. استقبال كبير لأبناء الشهداء في مدارسهم مع بداية عام دراسي جديد في تأكيد واضح على أن الوطن لا ينسى من ضحى من أجله وأن وزارة الداخلية تسعى دائما إلى تقديم أفضل رعاية لأسر الشهداء. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. كما وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 484 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 152 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 89 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 63 طن. أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 713 قضية من بينها 111 قضية خبز ناقص للوزن و105 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 186 طن. تواصل مدينة شرم الشيخ استعداداتها لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 في نوفمبر المقبل. انتهت مدينة شرم الشيخ من أعمال تركيب محطة شحن السيارات والحافلات بالكهرباء بخليج نعمة، حيث ستستخدم هذه الحافلات كوسيلة لنقل الوفود المشاركة في المؤتمر. المزيد حول المحطة يستعرضه لنا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز في تقرير التالي. الاستعدادات الخاصة بكوب 27 ما زالت مستمرة هنا في مدينة شرم الشيخ، وجزء هام جدا من هذه الاستعدادات هي بالطبع الأشياء الصديقة للبيئة ومنها السيارات والأتوبيسات الصديقة بالبيئة التي تعمل بالشحن الكهربائي. نحن هنا في مدينة شرم الشيخ وتحديدا في خليج نعمة من إحدى هذه المحطات التي تم إنشاؤها جديدا وربما انتهى بالفعل منها ما يقرب من 90% تم الانتهاء من هذه المحطة. هذه ربما على يميني الآن واحد من الأجهزة الذي ربما سيتم استعماله لشحن الأوتوبيسات الكهربائية التي ستنقل الوفود الخاصة بكوب 27. يعني هذا الجهاز، هناك هذه الأدوات التي يتم استخدامها لشحن الأوتوبيس، وبالطبع إذا كان هناك أحدا يعني غير حكومي أو غير مشترك في هذه ربما الأوتوبيسات، هناك سيارات أيضا خاصة وأيضا سيارات نقل مختلفة يمكنهم الدفع عن طريق الدفع الإلكتروني. هذه أيضا واحدة من الأجهزة. إذا تحركنا الآن داخل محطة الشحن الكهربائي، هذه المحطة ربما من الممكن أن تسع لأكثر من 12 سيارة ليتم شحنهم في نفس ذات الوقت، ولكن ربما الأجهزة تختلف، ربما هذا الجهاز الكبير لسيارات النقل والأوتوبيسات الكبيرة، أما هذا الجهاز للسيارات الصغيرة ويتم أيضا شحن السيارات الصغيرة عن طريق هذا الجهاز. هذا الجهاز ربما عليه طرق أيضا شرح وطريق شحن السيارات، هناك علامات خضراء وصفراء وحمراء، هذه الأخضر معناها أنها جاهزة للشحن بالفعل، ووضع الانتظار هو الأصفر ومشحونة بالكامل أيضا أصفر fully charged، وأيضا هناك خطأ، هناك error إذا كان هناك خطأ في طريقة الشحن. هناك أيضا يعني هذا القارئ الكارت، هذا قارئ الكارت يكون هذا الكارت مع السيارة التي يتم شحنها بالكهرباء ليتم وضعه
هنا تقريبا ليتم شحن السيارة. أيضا هناك وسيلة للدفع عن طريق وسائل الإلكترونية المختلفة، إما عن طريق الهاتف المحمول والتطبيقات المختلفة على الهاتف المحمول يتم الدفع عن طريق مجرد وضع الهاتف هنا يتم دفع ثمن الكهرباء التي تم شحنها للسيارات. إذن يعني هذه نظرة عامة عن واحدة من أهم المحطات التي يتم إنشاء هنا في مدينة شرم الشيخ الخاصة بشحن السيارات والأوتوبيسات. إذن يعني هذه أيضا نقطة ضمن صورة كاملة للتحول الأخضر في استقبال كوب 27 في نوفمبر المقبل. دعا الرئيس العراقي برهم صالح جميع القوى السياسية إلى حوار جاد لإخراج البلاد من الأزمة الحالية. وخلال كلمة له قال الرئيس العراقي إن الوضع القائم في البلاد لم يعد مقبولا بسبب العجز عن تشكيل حكومة، مضيفا أن غياب الاستقرار فتح الباب أمام التدخلات الخارجية في شؤون البلاد. في هذه الأيام سيداتي سادتي سيمر عام كامل على إجراء الانتخابات من دون إكمال استحقاقاتها الدستورية، وهو أمر غير مقبول بالمرة. من هنا ومن هذا المقام أدعو مخلصا جميع القوى السياسية إلى الحوار الجاد يكون أساسه وغايته مصلحة الوطن والمواطن لإيجاد حلول للأزمة القائمة، وذلك ليس بالمستحيل عبر تعاون وتكاتف الجميع تحت سقف الوطن والانطلاق نحو تشكيل حكومة كاملة الصلاحية لإقرار الموازنة المعطلة وتمشية أمور الناس وإدارة المرحلة القادمة. كشف المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عن تنفيذ ضربة جوية جديدة في محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد. وقال رسول في بيان إن القوات الجوية نفذت ضربة جوية جديدة بواسطة طائرات سيسنا كارفان 208 وبالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة. وأكد البيان أن القوات المسلحة العراقية ستواصل تنفيذ عملياتها النوعية المبنية على جهد استخباري وأمني كبير لملاحقة فلول الإرهابيين ومنعهم من إيجاد مأوى لهم في المناطق الجبلية وغير الآهلة بالسكان. في اليمن قتلت 5 عناصر من القوات اليمنية إثر معارك مع قوات الحوثي في جبهة الحد بمحافظة لحج. وأوضحت مصادر ميدانية يمنية بأن القوات اليمنية تمكنت من التصدي لهجوم لقوات الحوثي وكبدتهم خسائر بشرية كبيرة. أدان البرلمان العربي رفض قوات الحوثي تمديد الهدنة الأممية الإنسانية وتوسعاتها في اليمن. وأكد البرلمان العربي أن رفض قوات الحوثي تمديد الهدنة يؤكد رفضها لجهود السلام وعزمها مواصلة تجاوزاتها التي تمثل خرقا واضحا لكافة المواثيق والأعراف الدولية. في الأزمة الروسية الأوكرانية قال رئيس روسيا فلاديمير بوتين إن ما يحدث في أوكرانيا هو وضع مأساوي، لافتا إلى أن هناك أمورا يجب العمل على حلها بشكل مشترك ودراستها بشكل مستفيض. وخلال الاجتماع غير رسمي لرؤساء رابطة الدول المستقلة أكد بوتين أن محاربة الإرهاب ومكافحة الفساد تأتي على رأس أولويات العمل المشترك.
ما يحدث في أوكرانيا، الأحداث المأساوية، وللأسف الشديد فإنه بين الدول الأخرى في نطاق الاتحاد السوفيتي السابق، فهناك أمور يجب تحتاج إلى حلها ودراستها بشكل جيد. وبالطبع فيما يتعلق بعملنا المشترك والمتعاون في مجال محاربة الإرهاب وأيضا المتاجرة بالمخدرات وأيضا محاربة الفساد، هذا أيضا يجب أن نعمل عليه معا ونتعاون، وأيضا يجب العمل المشترك في نطاق رابطة الدول المستقلة بالتعاون لنشر اللغة الروسية. قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تصريحات الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي التي اقترح فيها على حلف شمال الأطلسي شن ضربات وقائية ضد روسيا تؤكد الحاجة لما أسماه عملية خاصة في أوكرانيا. وفي كلمة له أمام حزب روسيا الموحدة أوضح لافروف أن حلف الناتو يدعم الرئيس الأوكراني لمواجهة روسيا وفرض الهيمنة، مؤكدا أن الغرب يتحمل المسؤولية عن تزويد نظام كييف بالأسلحة. وارسو تريد الانضمام إلى برنامج الناتو الخاص بالبرامج النووية مثلا، وأمام ناتي فضلا عن الكذب والتهديدات تجاه روسيا، الناتو يريد دعم زيلينسكي لمكافحة روسيا للهيمنة على أو لحماية القيم الديمقراطية وحرية التعبير، ولذلك زيلينسكي يشعر الذوق ويملي أحكامه للناتو ودول غربية. وفي هذا الصيف زيلينسكي قال إنه الناتو يجب أن يقدم مكانة خاصة لأوكرانيا في ناتو، وأيضا هناك تصريحات بشأن أوكرانيا يجب أن تصبح محورا حيث يكون فيه منظومة أمنية أوروبية جديدة. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن السلطات الأمريكية ستكون مستعدة للحوار الدبلوماسي مع روسيا بشأن أوكرانيا إذا أبدت موسكو مثل هذا الاهتمام، مشيرا إلى أن واشنطن لا ترى ذلك حتى الآن. وفي تصريحات صحفية أضاف بلينكن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يبدي أي اهتمام على الإطلاق بأي نوع من الدبلوماسية الهادفة. We will not do anything that would infringe on our interests. That's. وفي خضم حديث المسؤولين الروس عن استخدام الأسلحة التكتيكية النووية في أوكرانيا، حذر بوتين من أنه سيستخدم كل الوسائل الضرورية بما في ذلك الترسانة النووية لحماية الأراضي الروسية. من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مخاطر الكارثة النووية في أعلى مستوى لها منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962. يبدو أن الأزمة الأوكرانية قد ذهبت بعيدا عما كان متوقعا لها، حتى إن حديثا عن المعركة الأخيرة للبشر والتي يطلق عليها هارماجيدون لم تعد نبوءة وإنما واقعا قد يتحقق بين عشية وضحاها، وأن الغرب بدأ يستشرف الخطر النووي الذي بات يخيم على العالم. إذ وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن تهديد نظيره الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية بأنه الأكبر من نوعه منذ أزمة الصواريخ الكوبية، وأنهم يواجهون احتمال اندلاع هارماجيدون. وحذر بوتين من أنه سيستخدم كل الوسائل الضرورية بما في ذلك ترسانته النووية لحماية الأراضي الروسية التي ضم إليها 4 مناطق أوكرانية مؤخراً، وهو ما علق عليه بايدن قائلاً إن الرئيس الروسي لا يمزح عندما يتحدث عن استخدام محتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من جهته وفي غمار توتر ساد الحلفاء الغربيين لتصريحات بوتين قال إن قوات بلاده تستعيد بسرعة المزيد من الأراضي خاصة في جنوب البلاد،
وأضاف أن على حلف شمال الأطلسي شن ضربات وقائية ضد روسيا لمنعها من استخدام الأسلحة النووية، وهو الأمر الذي ندد به الكريملين معتبرا أنه دعوة لإطلاق حرب عالمية أخرى ستكون عواقبها وخيمة ولا يمكن التنبؤ بها، ليدخل العالم مرحلة جديدة أشد خطورة وشديدة الغموض، ووحدها الأيام المقبلة ستجلي غموضها. طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الاتحاد الأوروبي بممارسة مزيد من الضغوط على قطاع الطاقة الروسي، وذلك غداة فرض التكتل حزمة جديدة من العقوبات على موسكو. وشدد زيلنسكي في كلمة وجهها عبر الفيديو كونفرنس خلال قمة للاتحاد الأوروبي على ضرورة المضي قدما في اتجاه العقوبات، نظرا لأن قطاع الطاقة مصدر أساسي للدخل في روسيا. كما جدد زيلنسكي التأكيد على دعوات كييف لجعل محطة زابوريجيا للطاقة النووية منطقة منزوعة السلاح. أعلن رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل الموافقة على حزمة عقوبات ثامنة ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية. وفي كلمة بختام القمة الأوروبية في براغ، أكد ميشيل أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على دعم دول العالم للحد من تداعيات الحرب في أوكرانيا، لافتا إلى أن قادة أوروبا لديهم عزم مشترك لخفض استهلاك الطاقة. نحن نعرف بأن هذه الحرب التي شنتها روسيا لها عواقب وخيمة ليس فقط على القارة الأوروبية بل العالم، أزمة الغذاء وكذلك أزمة الطاقة. نحن عازمون على دعم شركائنا عبر العالم فيما يخص أزمة الغذاء، ولكن تسنت لنا الفرصة اليوم، هذه المسألة الثالثة التي أود أن أذكرها، للتحدث عن أزمة الطاقة والعواقب الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة. كما تسنت لنا الفرصة اليوم في هذا الاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي لمناقشة المسائل الأساسية، روسيا شنت حربا ضد الشعب الأوكراني الذي يحارب بكل شجاعة ضد القيم المشتركة ومن أجل مستقبلهم ومستقبل القارة الأوروبية. من جهة أخرى، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أوروبا ستواصل دعم أوكرانيا، مضيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيدفع ثمن الحرب في أوكرانيا وسيتحمل عواقبها. وفي كلمة لها خلال مؤتمر صحفي بختام القمة الأوروبية في براغ، أكدت فون دير لاين استمرار أوروبا في تنويع مصادر الطاقة، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بالفعل بخفض اعتماده على الغاز الروسي. كان هنالك 44 دولة موحدة تناقش تحديات اليوم، وأظهر ذلك مدى عزلة روسيا، كما أظهر مدى قوة الدعم الذي قدمه لأوكرانيا. رئيس الوزراء كان حاضرا، رئيس زيلنسكي انضم إلينا عبر الفيديو، وكانت رسالة هامة تعبر عن عزيمة الدول الأوروبية للدفاع عن حكم القانون والميثاق الدولي الذي نمتثل به جميعا. اليوم أيضا خضنا نقاشات حول أوكرانيا وكيفية دعم أوكرانيا مهما طال الأمد. We'll be right back.
قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن اجتماعات قادة أوروبا في العاصمة التشيكية براغ تبعث برسالة واحدة، وهي أن دول القارة تقف إلى جانب أوكرانيا. وأضاف شولتس أنه من المنتظر أن يبحث القادة الأوروبيون في 25 من أكتوبر الجاري في برلين سبل مساعدة أوكرانيا بشكل مستدام، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعى لتقسيم قارة أوروبا لكنه فشل في ذلك. وفي سياق ملف الطاقة شدد شولتس على ضرورة بحث ملف ارتفاع أسعار الغاز مع الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج ودول أخرى، لافتا إلى إمكانية خفض أسعار الغاز من خلال التعاون في هذا الإطار. Anliegen, die wir in Europa haben, politischen Gemeinschaft. Das ist eine große Innovation, weil wir es schaffen, neben all den zusammen. أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي استكمال عملية تناوب بعثة الدعم التابعة للوكالة في محطة زابوريجيا النووية. وكانت وكالة انترفاكس قد نقلت عن السلطات في التي أنشأتها روسيا أن فريقا من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المقرر أن يبقى في المحطة النووية مثل سابقهم، وهو نفسه ما أكدته شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية إنجرت آتوم. قال ممثل شركة غازبروم الروسية إن الشركة ستزود أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بما يعادل نحو 42 مليون متر مكعب يوميا عبر محطة سوجا لضخ الغاز. وأضاف ممثل الشركة أن غازبروم تصدر الغاز بالحجم الذي أكده الجانب الأوكراني اعتبارا من اليوم، مضيفا أن الجانب الأوكراني رفض طلب ضخ الغاز عبر محطة سخرانوفكا. صرحت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستيلينا جورجيفا أن العالم تحول في إطار عمل قائم على القواعد للتعاون الاقتصادي الدولي إلى عالم أكثر هشاشة مع قدر أكبر من عدم اليقين وتقلبات اقتصادية أكثر ومواجهات جيوسياسية. وقالت جورجيفا إن الصندوق سيخفض توقعاته مجددا لنمو الاقتصاد العالمي للعام المقبل بعد خفض توقعاته 3 مرات خلال العام الجاري. تصريحات متشائمة وأيضا واقعية أطلقتها المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا عن الاقتصاد العالمي. مديرة المؤسسة الدولية أشارت إلى أن الصندوق سيخفض توقعاته مجددا لنمو الاقتصاد العالمي للعام المقبل بعد خفض توقعاته 3 مرات خلال العام الجاري إلى 3.2% في 2022 و 2.9% في 2023. رئيسة صندوق النقد لم تنس التذكير خلال كلمتها في فعالية بجامعة جورج تاون الأمريكية بأن جميع الاقتصادات الكبرى في العالم تشهد تباطؤاً، ما يؤثر على اقتصادات البلدان النامية التي أصبحت تواجه انخفاضاً في الطلب على صادراتها، ويشعر الكثيرون فيها بضغوط شديدة من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. ووفقاً للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي العالمي سيخسر حوالي 4 تريليونات دولار حتى عام 2026، ما اعتبرته نكسة هائلة للاقتصاد العالمي. أعلنت الجمارك الفرنسية أن العجز في الميزان التجاري سجل رقما قياسيا جديدا في أغسطس عند 15 مليار و500 مليون يورو. يأتي ذلك بسبب زيادة أخرى في فاتورة الطاقة بين الواردات، وبشكل عام شهدت الواردات الفرنسية زيادة في تكاليفها بمقدار 1.1 مليار يورو لتصل إلى 65.6 مليار، حيث في المقابل زادت الصادرات بشكل طفيف بمقدار 100 مليون يورو لتصل إلى 50.1 مليار يورو. وأوضحت الجمارك أن فاتورة الطاقة تكلفت 800 مليون يورو إضافية في أغسطس، كما زاد عجز الموازنة الفرنسية بسبب الطاقة إلى 11 مليار يورو في أغسطس.
قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إن حوالي 10% من محطات الوقود في منطقة باريس تواجه مشكلات في الحصول على إمدادات وقود كافية في الوقت الذي تستمر فيه الاضطرابات في 4 مصاف تابعة لشركة توتال لليوم العاشر. وأدت الاضطرابات وأعمال الصيانة غير المخطط لها إلى تعطل أكثر من 60% من طاقة التكرير الفرنسية، أي 740 ألف برميل يوميا، ما أجبر البلاد على استيراد المزيد من الوقود في وقت أدى فيه الغموض بشأن الإمدادات العالمية إلى زيادة التكلفة. تراجع مؤشر أسعار الغذاء للمنظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة للأمم المتحدة للشهر السادس على التوالي في سبتمبر، منخفضا من أعلى مستويات له على الإطلاق. وقالت الفاو إن مؤشرها الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم بلغ في المتوسط 136.3 نقطة في الشهر الماضي مقابل مستوى معدل إلى 137.9 نقطة في أغسطس. وعلى النقيض من ذلك ارتفع مؤشر الفاو لأسعار الحبوب 1.5% على أساس شهري في سبتمبر، مع زيادة أسعار القمح 2.2% بسبب المخاوف إزاء ظروف الجفاف في الأرجنتين والولايات المتحدة وقوة صادرات الاتحاد الأوروبي. قال الجيش الكوري الجنوبي إنه بدأ تدريبات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة باستخدام حاملات طائرات أمريكية. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن التدريبات البحرية ستجرى قبالة الساحل الشرقي للبلاد في 7 و8 من أكتوبر. تطورات متلاحقة وأجواء ملتهبة تشهدها شبه الجزيرة الكورية خلال الفترة الأخيرة على إثر التجارب الصاروخية التي تجريها بيونغ يانغ وتثير قلقا دوليا واسعا. في أحدث رد على تلك التجارب أعلنت كوريا الجنوبية أنها والولايات المتحدة بدأتا تدريبات بحرية مشتركة باستخدام حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان. وتأتي التدريبات بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في البحر يوم الخميس، ثم حلقت في وقت لاحق بطائرات حربية بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية. هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قالت إن التدريبات البحرية تجري في المياه قبالة الساحل الشرقي للبلاد وتستمر حتى يوم غد. وأكدت سول أنها ستواصل تعزيز قدراتها العملياتية واستعدادها للرد على أي استفزازات من قبل الجارة الشمالية من خلال تدريبات مشتركة مع حاملة الطائرات الأمريكية ومجموعتها القتالية. هي إذن تطورات متلاحقة للأزمة في المنطقة التي تزداد اشتعالا يوما بعد يوم وسط ترقب دولي لما ستؤول إليه الأحداث. We'll be right back.
نشرتنا متواصلة معكم وفيها نوبل للسلام تذهب لناشط بيلاروسي ومنظمتين حقوقيتين من روسيا وأوكرانيا. قال المجلس الأوروبي إن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على نشر مهمة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي على حدودهما المشتركة. جاء ذلك بعدما أسفرت أسوأ جولة قتال بين الجارتين السابقتين في الاتحاد السوفيتي منذ عام 2020 عن مقتل أكثر من 200 شخص الشهر الماضي. وقال المجلس الأوروبي في بيان له إن أرمينيا وأذربيجان أكدتا التزامهما بميثاق الأمم المتحدة وإعلان ألاماتا لعام 1991 الذي تعترف كل منهما فيه بوحدة أراضي وسيادة الأخرى. منحت جائزة نوبل للسلام في أوسلو للناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالتاسكي ومنظمتين ميموريال الروسية ومركز الحريات المدنية الأوكرانية غير الحكوميتين. وأوضحت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيرتيس أن الصحفيين أوضحت للصحفيين أن اللجنة ترغب من خلال منحها الجائزة للممثلين ثلاثة عن المجتمعات المدنية إلى تكريم ثلاثة أبطال لافتين في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية والتعايش السلمي في البلدان الثلاث المتجاورة بيلاروس وروسيا وأوكرانيا. في عالم يتعطش للسلام ويضج بالصراعات لا تزال جائزة نوبل للسلام تنقب كل عام علها تجد من يستحقها تنفيذا لوصية صاحبها ألفريد نوبل. وفي هذا العام وجدت الجائزة ضالتها في ناشط حقوقي من بيلاروسيا يدعى أليس بيالياتسكي ومنظمة ميموريال الروسية لحقوق الإنسان ومركز الحريات المدنية الأوكراني. الجائزة أرجعت هذا الاختيار لكون الفائزين يمثلون المجتمع المدني في أوطانهم، كما عززوا لسنوات عديدة الحق في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين. كذلك بذل الفائزون بحسب نوبل جهداً رائعاً لتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استخدام السلطة، مع تأكيدهم أهمية المجتمع المدني للسلام والديمقراطية. هذا وتعد جائزة نوبل للسلام إحدى جوائز نوبل الخمسة التي أوصى بها ألفريد نوبل، وتمنح سنوياً في العاصمة النرويجية أوسلو في العاشر من ديسمبر من قبل اللجنة النرويجية لجائزة نوبل. ويتم اختيار المرشحين للجائزة من قبل هيئة يعينها البرلمان النرويجي، وذلك حسب وصية نوبل، حيث يتم منحها للذين قاموا بأكبر قدر أو أفضل عمل للتآخي بين الأمم من أجل إلغاء أو تخفيض الجيوش الدائمة ومن أجل الحفاظ على السلام وتعزيزه. ويعد هنري دونانت رجل الأعمال السويسري ومؤسس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفرنسي فريدريك باسي مؤسس الرابطة الدولية الدائمة للسلام أول من حصلوا على جائزة نوبل للسلام، وكان ذلك في عام 1901. قتل شخصان وأصيب ستة آخرون على الأقل بجروح في هجوم بسلاح أبيض وقع في مدينة لاس فيغاس الأمريكية وفق حصيلة أعلنتها الشرطة. وقال متحدث باسم شرطة لاس فيغاس إن المهاجم استخدم سكينا كبيرا، حيث أدت الطعنات التي سددها للمرة على طول الطريق إلى مقتل شخصين، بينما لا يزال ثلاثة آخرون في حالة حرجة ويتلقى البقية العلاج في المستشفى. Have passed. There are three others that are in critical condition, and then the others appear to be stable, but we will update as we know more information. احتفلت دار الأوبرا المصرية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد لتستعيد أجواء العبور العظيم خلال حفل أقيم للفرقة القومية العربية للموسيقى وسط حضور جماهيري وتفاعلي مع الحفل الغنائي.
عبر هذه المقطوعات الموسيقية والأعمال الغنائية استطاعت الفرقة القومية العربية للموسيقى أن تستعيد أجواء العبور من خلال هذا الحفل الذي أقامته الفرقة داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن برنامج فني أعدته دار الأوبرا للاحتفال بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر من خلال مسارحها المختلفة. الحفلات اللي بتقدمها دار الأوبرا المصرية في المناسبات الوطنية والقومية مش مجرد حفلات فنية فقط، ولكن هي لتنشيط الذاكرة الإبداعية دائما ودعم روح الانتماء والولاء في نفوس المصريين. احنا قدمنا حبيبتي يا مصر، حبيبتي يا مصر، قدمنا الأول حي على الفلاح الفنان الأجيال الراحل محمد عبد الوهاب، قدمنا مصر ياتي في خاطري سيدة أم كلثوم، عظيمة يا مصر وبلدي، دي اشتهرت طبعا جدا ما بين فنانين كبار. استعدادات مكثفة لأعضاء الفرقة سبقت هذا الحفل بقيادة المايسترو حازم الأصبجي ليقدموا نخبة من أشهر الأغاني الوطنية التي تعبر عن الفخر والعزة والانتماء لهذا الوطن، مثل عظيمة يا مصر، ويا أغلى اسم في الوجود، ويا الله يا بلدنا. وسط حضور جماهيري مصري وعربي استطاع أن يعيش ليلة فنية وطنية استعادوا فيها روح النصر والفخر بما تحقق من انتصارات جعلت اسم مصر مرفوعا خفاقا. الإحساس الحماس اللي موجود جوانا ده بيعبر قد إيه الوطن ده حاجة كبيرة قوي عندنا، لأن زي ما بنقول دايما الأشخاص زائلون بس الوطن دايما هو اللي باقي. حاجة بتدعو للفخر إن أنت في مكان كبير زي دار الأوبرا، وإن أنت بتقدم كمان أعمال كانت في الفترة دي حقيقية وخارجة من قلوب الفنانين اللي عملوها، وإحنا بالنسبة لنا كمان طول شهر أكتوبر إحنا في احتفالات فرحانين بالانتصار اللي إحنا فيه. طبعا ذكرى أكتوبر يعني طبعا يعني هقول لك إيه، لكل المصريين يعني بتمثل لهم انتصار ضخم جدا وحاجة يعني فخر للعرب والمصريين كلهم. يعني يحق لنا أن نتباهى ونباهي بهذا الصرح الكبير الممثل بدار الأوبرا المصرية، وهي فخر لكل العرب حقيقة. أنا من رواد دار الأوبرا المصرية وحريص كل سنة أني أحضر احتفالات مصر بهذا الانتصار العظيم، انتصار أكتوبر. يوم عمره ما هينساه المصريين وحيفضل موجود في تاريخ هذا البلد إلى أبد الآبدين. اللي نفسي بقى أن الأجيال الجديدة تحس بقيمة اللحظات دي، يعني كفن وكأدب وكوعي، وإحساس إن البلاد ما بتتبنيش كده، ده البلاد بتتبني محطات تاريخ، والتاريخ ده أعتقد إنه مش موجود لشعوب كتير جدا زي ما موجود عند المصريين يعني. هذا وتستمر دار الأوبرا المصرية في تقديم عدد من الفعاليات الفنية بالمحافظات احتفاء واحتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر لتقديم التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة الذين سطروا هذه الملحمة بدمائهم في تاريخ لن ينسى هذه الذكرى الغالية. محمود جميل، التلفزيون المصري. شاهدين الآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع ياسر عبد الستار، إليك ياسر. شكرا لك هبة، شكرا لك فاطمة، وأهلا بحضرتكم إلى هذه الطائفة من الأنباء الاقتصادية. تواصل الحكومة جهودها لزيادة الفرص الاستثمارية في مصر ودعم القطاع الخاص، وإلى ذلك عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد اجتماعا مع وزيرة التجارة الإسبانية زيانا مينديز، حيث أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تركز على الاستثمار في عدة قطاعات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مشيرة إلى أن كل هذه الاستثمارات كانت تهدف في المقام الأول إلى تمهيد الطريق للقطاع الخاص ليكون له الدور أكبر في الاقتصاد المصري. من جانبها أكدت وزيرة التجارة الإسبانية أن بلادها تثمن استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27، مشيرة إلى أن إسبانيا تثق في نجاح المؤتمر وأنه سيخرج بالنتائج الإيجابية المرجوة.
في أسواق المعادن النفيسة انخفض سعر الذهب عالميا في العقود الفورية بنسبة 8% لتسجل الأوقية سعر 1697 دولار و20 سنت محليا، سجل عيار 18917 جنيه للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 1070 جنيه للجرام، في حين سجل عيار 24 1223 جنيه للجرام، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 8560 جنيها. قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك هيثم الغيص إن القدرة الإنتاجية الفائضة عن خفض إنتاج النفط قد تسمح للتحالف بالتدخل في حال حدوث أزمات عالمية بقطاع الطاقة. واتفق تحالف أوبك بلس الذي يضم 13 دولة بالإضافة إلى 11 من حلفائها بقيادة روسيا على خفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا، وهو ما قالت السعودية إنه أمر ضروري ردا على رفع أسعار الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي. انتهت الأخبار الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى هبة حسين وفاطمة خليل. أشكرك ياسر. ولم يتبقى لنا في نشرتنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. التحالف المصري يعلن انتهاء الأعمال الإنشائية لجسم سد يوليوس نريري بتنزانيا. الرئيس العراقي يدعو جميع القوى السياسية إلى الحوار الجاد. عقب قمتهم في براغ الخلافات تسيطر على قادة الاتحاد الأوروبي حول التعامل مع أزمة الطاقة. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري. أشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.